هنبدأ بشكل رسمي. بحب أنوه لأنه في لينك تم إرساله على الشات، في هذا اللينك ممكن تدخل عليه، وفي الآيكون الرابع ممكن تكتب اسمك واسم مؤسستك، وأيضا هناك في الأسئلة والأجوبة أيضا تقدر تكتب الأسئلة الآن خلال الندوة، وسنكون في محاولة تحديث أي معلومة خلال الندوة. مرة أخرى مساء الخير للجميع. بعد أيام قليلة سيعود ملايين الطلبة في العالم العربي إلى مقاعد الدراسي بعد انقطاع دام لشهور. أقول سيعود الطلبة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ونفسية وتربوية صعبة للغاية. القلق الصحي والوجداني والحياتي والاجتماعي والاقتصادي مبرر ومشروع، وقرار إعادة فتح المدارس هو قرار معقد للغاية وخلق حالة من النقاش حامية بين مختلف الأطراف، وما زال يخلق هذا النقاش، وما زالت التخوفات المشروعة قائمة، وخاصة أن معظم الحكومات ستعتمد التعليم المدمج نهجا لها في المرحلة القادمة، مما يفرض تداعيات على قدرة الحكومات لوحدها بالتعامل مع هذه المستجدات. تأتي هذه الندوة ضمن مجموعة من الندوات التي تنظمها الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ بالتعاون مع المنظمات الشريكة العاملة في المنطقة العربية، ومنها الحملة العالمية للتعليم والحملة العربية للتعليم ومجموعة التعليم العالمية والمجلس النرويجي للاجئين والإنسانية والدمج وإنقاذ الطفل. تهدف هذه الندوة إلى دعم العاملين والعاملات في مجال التعليم في حالات الطوارئ خلال تفشي جائحة كورونا. سيتخلل هذه الندوة إطلاق دليل المستخدمة لضمان العودة الآمنة للمدارس والعملية التعليمية. ستركز هذه الندوة على 4 محاور. الأول استعراض الدليل المذكور أعلاه، وستقدمه الأستاذة حنان أبو سنينة من إنقاذ الطفل فلسطين. والمحور الثاني الإعاقة والدمج، وستقدمه الأستاذة هاريت تشادياك وهي من الإنسانية والإدماج الـHI. والمحور الثالث سيكون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ في سياقات التعليم غير الرسمي وداخل المخيمات، وستقدمه الأستاذة لميس الحسن من المجلس النرويجي للاجئين. رابعا المحور الرابع الشراكة في العملية التعليمية، ويقدمها الدكتور زاهي عازر رئيس الحملة العربية للتعليم. وسيكون معنا في هذه الندوة من المساندين الأستاذ أيمن كويدر، والذي سيسهل عمليات الأسئلة التي تأتي من المشاركين في آخر هذه الندوة. وأيضا سيكون معنا مجموعة من المساندين الآخرين، منهم الأستاذ معتصم زايد والأستاذ طارق دبابني والأستاذ سمر علي، وستكون معنا الأستاذة إنهيد حكمة بلغة الإشارة. وقبل أن نعطي الكلمة للأستاذة حنان، أود التنويه أن دليل المستخدم للعودة الآمنة للمدارس تم تطويره من مؤسسة إنقاذ الطفل جنبا إلى جنب مع الوكالات الأخرى التابعة للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية لمجموعة التعليم العالمية، والذي يهدف إلى توفير هذا الدليل إلى توفير التوجيه لفرق البرامج حول كيفية التخطيط لعملية تشاركية متكاملة لإعادة فتح مدارس آمنة قابلة للتطبيق في جميع السياقات عبر علاقة بين العمل الإنساني والتنمية. تم تطوير الدليل استجابة لوباء COVID-19 العالمي الذي أدى إلى إغلاق العديد من المدارس، ويوفر هذا الدليل أيضا فرصة متعددة القطاعات للحكومات ومجتمعات المدارس لإعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز مرونة أنظمتها التعليمية. سنترك تفاصيل محتوى الدليل لمداخلة الأستاذة حنان أبو سنيني، فلتتفضل. والأستاذة حنان معك 20 دقيقة
أستاذة حنان. مرحبا مرحبا أستاذ رفعت. تحكي معاكم عبير أبو سنينة من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، مستشارة برامج التعليم، وكثير مبسوطين إن نكون معكم اليوم. بحكي معكم من رام الله فلسطين، أهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم كانت حنان مش عبير. لا لا بسيطة، حنان اسم حلو كمان. إذا بنقدر بس أيوة بالضبط. هلأ إحنا موجودين اليوم معكم عشان دليل العودة الآمنة إلى المدرسة، ومن الجدير بذكره أنه دليل العودة الآمنة إلى المدرسة ما بيقدم معايير جديدة، وبيبني على المعايير اللي كلنا كمهنيين بنستخدمها الموجودة في الـ INE، في سفير، في المعايير حماية الطفولة، وكمان الموجودة بالإرشادات الدولية للحماية والوقاية من كوفيد-19. بنطمح من خلال الدليل أنه نساهم في تقليل خطر انتقال عدوى كوفيد-19، نساهم في التعامل مع قضايا اللامساواة الموجودة بالتعليم، وكمان تفاقم قضايا الحماية للأطفال اللي زادت في الفترة اللي هم معزولين فيها ومتواجدين فيها في البيت. كتير منحب نذكر أنه إحنا ما منطمح لتقديم أي نصائح للحكومات بشأن قرار فتح إعادة فتح المدارس. اللي بنطمح له من خلال الدليل اليوم اللي راح نحكي فيه إنه نقدر نتكلم عن توصيات وإجراءات ملموسة وعملية حتى نقدر ننفذ التوصيات العالمية اللي وردت بوثيقة الأمم المتحدة لإعادة فتح المدارس. دليل العودة الآمنة للمدرسة هو مقسوم لقسمين. القسم الأول اللي هو قوائم المراجعة. قوائم المراجعة بتحتوي على قسمين، اللي هي قائمة المراجعة المتكاملة للعودة للمدارس، ولما نحكي متكاملة بنحكي عن كل القطاعات اللي بدها تمس حياة الطفل بالمدرسة، اللي هي القطاعات الأربعة: قطاع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الواش، قطاع المراقبة والتقييم وكمان التعلم والمحاسبة، القطاع الثالث اللي هو التعليم، والقطاع الرابع اللي هو حماية الطفل. القائمة هاي كتير مفيدة في تصميم البرامج، تصميم برامج عبر القطاعية للرجعة للمدارس، وكتير مهمة في عملية المتابعة اليومية في التنفيذ. قائمة المراجعة للعودة رقم 2 اللي هي قائمة المراجعة للعودة الآمنة للمدرسة، هي عبارة عن خلينا نقول تشيكليست كتير بسيطة من صفحتين، وهدول الصفحتين بيخلوا المجتمع المدرسي ومدير المدرسة يدخلوا بالنقاشات المهمة والاعتبارات المهمة قبل ما يقرروا يرجعوا للمدرسة. هلا هدول القوائم هم عبارة عن زي ما حكينا إجراءات. هدول الإجراءات إذا بدنا أكثر نعرف عن إرشادات تفصيلية وفنية وبدنا يكون بين إيدينا موارد ومصادر حتى ننفذ الأنشطة، بنروح على الملاحق التقنية. الملاحق التقنية هي عبارة عن 8 ملاحق بتبدأ بالحملات التشاركية وبتنتهي برسائل الدعم والمناصرة. جدير بالذكر أنه الرقم 7 اللي هو الإرشادات الفنية لبرامج الطفولة المبكرة هو موضوع جديد تم إضافته خلال الشهر الماضي أو خلال شهر 7، وهذا إنجاز عظيم لأنه كنا بنعرف أنه برامج الطفولة المبكرة للأسف ما أخذت حصتها في الاستجابة لكوفيد-19 وللرجعة للمدارس. قائمة المراجعة المتكاملة اللي هو بدنا نشوف هلأ القسم الأول اللي هو قائمة المراجعة المتكاملة للعودة الآمنة للمدارس. الجزء الأول اللي بدنا نحكي فيه اللي هو كنا بنسميه الميل، اللي هو المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم. لما تطلعوا على الدليل راح تشوفوا انه الدليل مقسوم في الاربع قطاعات اللي تم ذكرها لقسمين: قسم قبل إعادة فتح المدارس وقسم بعد إعادة فتح المدارس. اللي شايفينه هون على السلايد ابدا مش مرجو منه انه بس راح تلاقوا هاي الأنشطة او بس راح تلاقوا هاي الإجراءات، لا، هي نبذة من الأشياء اللي موجودة بالدليل. جوا الدليل في أنشطة واعتبارات كثير عظيمة تسوى تاخذ وقتها في الاطلاع عليها، بغض النظر وين احنا اليوم موجودين بخططنا لإعادة فتح المدارس. في معلومات كثير ثرية وتنويهات يمكن نكون غفلنا عنها. في قضية قبل فتح المدارس، من الأشياء اللي كتير مهم نحب نركز عليها قضية إشراك المجتمع المدرسي كاملاً، اللي هم الأطفال والشباب في التخطيط لحملة العودة للمدارس. ومن ضمن هذا الإجراء في تحتيه بيجي استخدام قائمة المراجعة.
قائمة المراجعة وإشراك المجتمع المدرسي، إيش معنى هذا الحكي؟ إحنا كثير مهم لما قبل ما نرجع على المدرسة نحاول نعمل تشاورات مع الأطفال، نشوف قديش هم كانوا متصلين بعملية التعليم في فترة الإغلاق، والاتصال بعملية التعليم مش بالشكل الرسمي، بالشكل الرسمي غير الرسمي، أي شكل من أشكال التعليم اللي إحنا كمهنيين بنحاول نروج إليها. بدنا نشوف بناء على قديش كانوا متصلين بالتعليم، شو الدعم اللي هم بيحتاجوه ليرجعوا للمدرسة، وبناء عليه نشوف كيف كانت تجاربهم أو كيف نعمل تشاورات معهم، شو رأيهم بقضية الرجعة للمدرسة، وين بيشوفوا الإيجابيات والسلبيات الأطفال والمعلمين على حد توازي. وكثير مهم لما نعمل شوق كامل للمجتمع المدرسي إنه نطلع بكل الاحتياجات الأطفال بيحكوا عنها، وما نركز بس على الاحتياجات، نطلع على الاحتياجات، نطلع على الاهتمامات اللي الأطفال نوهوا إلها، القدرات، نقاط القوة والضعف، ونراعي فيها قضايا النوع الاجتماعي والعمر، إذا هم لاجئين منتقلين لمنطقة تانية، الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي، وكل هاي القضايا كثير مهم نعمل لها إشراك كامل للمجتمع المدرسي، نقيمها ونقيم جهوزية المدرسة لترجع عبر الأربع قطاعات اللي ذكرناها. القضية كثير مهمة قبل إعادة فتح المدرسة. في مرحلة بعد إعادة فتح المدرسة في عنا عدد من الإجراءات ومن الأنشطة اللي كثير مهم نضل متذكرينها. الموضوع الأول إدارة الاحتياجات باستخدام كثير مهم عندنا انه نعمل اداره نحدد الاحتياجات المختلفه، وكثير بدعم بهي المرحله من الاشياء الاجراءات المنصوح فيها لما نجمع التغذيه الراجعه، نسال الاطفال كيف كانت تجربه الاغلاق بالنسبه لهم، شو ارائهم افكارهم تجاربهم المختلفه، قالهم لو استلموا دعم في فتره الاغلاق شو رأيهم بالدعم اللي استلموه؟ إذا كان دعم على مستوى التعليم، إذا كان دعم على مستوى الصحة النفسية والدعم النفسي، شو آرائهم وانطباعاتهم على حول هذا الدعم اللي تم تقديمه لهم؟ ليش هذا الحكي مهم؟ مهم لأنه كلنا عمالنا بنخطط لسيناريوهات يمكن فيها إغلاق، لما في سيناريو إغلاق كتير مهم ناخذ الدروس والتغذية الراجعة من الأطفال عشان نقدر نصمم استجابات أفضل. النقطة الثانية اللي هي تحديث وإنشاء آليات المساءلة والتغذية الراجعة، المهم تكون متاحة ملائمة للجنس والفئات العمرية المختلفة. هذه فرصة كتير عظيمة إنه نشتغل مع اللجان الموجودة في المدرسة، لجان أباء، لجان مدرسية، لجان بغض النظر شو مسمياتها المختلفة في الدول المختلفة، هاي فرصة نبني على الموجود، نرجع لهاي الآليات يا إما نحييها أو ننشئها ونتخذها كطريقة للمساءلة والتغذية، ونتأكد إنه خدماتنا بتأدي الهدف حسب كل الاعتبارات المختلفة، العمر والجنس والفئات المختلفة. هذه بالنسبة القائمة الأولى اللي هي مراقبة وتقييم. القائمة الثانية شوي كتير أطول وراح تلاقوا إلها بالدليل كتير وصف أعمق. بنحكي عن أكثر من قضية هون، بنحكي عن الصحة والتغذية، بنحكي عن المياه والصرف الصحي، وبنحكي عن والنظافة العامة، وكمان تجي تحتيها كل قضايا المقاصف المدرسية. لا في كتير إجراءات قبل إعادة فتح المدارس. من الإجراءات اللي هي تنظيف وتطهير مرافق المدرسة مع التركيز على اللي بنسميه الأسطح المشتركة اللي بنلمسها كثير من الأشخاص. كثير مهم قبل فتح المدرسة يصير عملية التطهير والتنظيف للمرافق. كثير مهم نلتفت للمدارس اللي تم استخدامها كمراكز عزل أو علاج، هي رح تحتاج منا لعملية تعقيم كثير أعمق حسب الإجراءات المحلية. كثير مهم ننتبه لتوريد موارد التعقيم وتوريد الإشي اللي بنسميه معدات الحماية الشخصية حسب القوانين والإجراءات المحلية. وفي توريد معدات الحماية الشخصية كتير مهم ننتبه إنه يكون في إرشادات مش للاستخدام بس، وكمان للتخلص من هاي المواد. كتير مهم نشوف كيف بده يتم توريد المستهلكات اللي هي زي الصابون، زي المعقمات، كيف بده يتم توريد المستهلكات لما يتم استنفادها. وجدا مهم ما نغفل ذوي الإعاقة وكيف نتأكد إنه نعقم أي مواد مساندة مساعدة لهم حسب الأشياء اللي بيستخدموها بالمدرسة. ننتبه لقضايا الدرابزين، مقابل الأبواب والمنزلقات. هذا التعقيم
كثير مهم يصير قبل إعادة فتح المدرسة. كمان مرة بنرجع لقضية إشراك المجتمع المدرسي كامل في التنظيف والصيانة لإعادة فتح المدرسة. واللجان المدرسية كثير مهم نقعد معها، نحط معها خطط بميزانيات، نحط معها خطط واضحة الأدوار والمسؤوليات، وكمان هي فرصة عظيمة إنه نعمل تحريك للموارد المجتمعية عشان نقدر نوفر الاحتياجات المدرسية. من القضايا اللي كتير مهم ننتبه إلها في المياه والصرف الصحي اللي كلنا صرنا منتبهين إلها ومشتغلين بخصوصها، اللي هي قضية محطات المياه، قديش توفرها نسبة الأطفال لنسبة المحطات، إذا هي مش متوفرة كيف نصمم محطات جديدة تكون آمنة بتراعي قواعد الحماية، مناسبة للعمر، مناسبة لذوي الإعاقة وسهلة الصيانة ما تكون مكلفة. القضية الأخيرة اللي بحب أنوه إلها قبل فتح المدارس، قضية طبعاً المقاصف وخطط فتح المقاصف بتخضع لنفس الإجراءات، بس القضية الأخيرة اللي هي قضية بروتوكولات الإحالة. كتير مهم يكون في وضع بروتوكول إحالة جوا المدرسة لما يتم في الإبلاغ عن حالات بكون فيها احتمال خطر الفيروس كوفيد-19، كيف بده يتم الإبلاغ، كيف بده يتم التسجيل، وين أماكن المساحات العزل المؤقتة الموجودة في المدرسة، شو الخدمات الصحية اللي احنا بنقدمها، في حقائب إسعاف أولي ولا فش، وفي تنسيق مع اللجان الصحية ولا لا. كثير قضايا مهمة تكون موجودة بتم التخطيط لها والتخطيط لرفع الوعي المدرسي فيها على مستوى بعد إعادة فتح المدارس. الحرص على أنه تكون تدابير التنظيف والتطهير فعالة ومنتظمة. إحنا حطينا كثير خطط، بدنا نتأكد أنه خططنا بتم تنفيذها. الرسائل اللي بتم نشرها لزيادة الوعي هي رسائل مبنية على نشر المعلومة الدقيقة بعيدة عن الوصمة وبعيدة عن الشائعات. كتير مهم كمان انه نتأكد في إجراءات صيانة روتينية للمرافق، تطهير للخزانات بشكل مستمر، وان الممارسات الصحية دوما بتم الإشارة إلها من غسيل وتباعد وما إلى ذلك. وطبعا يكون في تشجيع لتقسيم الأدوار المتساوية بين الرجال والنساء، تثقيف الأطفال والشباب حول التعقيم والصحة والتغذية والنظافة. مهم كثير أنه الأطفال يكونوا جزء من هاي العملية، على حد سواء مع الأهالي، على حد سواء مع المعلمين، ونضل نعزز أهمية الرسالة الصحيحة البعيدة عن الشائعة واللي هي بعيدة عن الوصمة. تدفق الهواء والتهوية كتير مهم ننتبه لهذا الموضوع بداخل الغرف الصفية، كيف أنه الشبابيك تكون مفتوحة، كيف أنه نستفيد من المساحات الخارجية الموجودة في المدرسة عشان يكون في تعلم بالهواء الطلق خاصة لما عندنا مساحات كتير ضيقة، وكيف قضية مراقبة الغياب وهذا الشيء رح نحكي عنه لقدام، وقضية سلامة المقاصف المدرسية وكل قضايا خطط فتح المقاصف. هذا القطاع الثاني. القطاع الثالث اللي هو القطاع التعليم. قبل إعادة افتتاح المدارس، هذا جزء من الإجراءات، الجزء الأول اللي هو كلنا منلاقي عملنا فيه كثير تحديات فيه، اللي هو قضية التباعد الجسدي والتخطيط لها. لما بدنا نحكي عن قضية التباعد الجسدي بدنا نحكي كيف المدرسة بدها تطور خطط متتابعة فيها أوقات مختلفة لبدء الدوام وانتهاء الدوام. بدنا ننتبه لقضايا إنه المداخل اللي بيجوا فيها الأطفال على المدرسة، إذا كان في أكثر من خيار بحيث ما يصير في عملية التزاحم، أوقات الاستراحة، أوقات استراحة الغداء، والتخطيط لهي المواضيع لازم كتير ننتبه لها، وأعداد الطلاب بالصفوف. من القضايا اللي عملنا كمان نحاول نسعى إلها قضية المساحات المؤقتة، يمكن نحتاج نعمل مساحات مؤقتة جوا المدرسة، أو بكون في تنسيق مع خلينا نقول مجالس محلية أو أندية أو مراكز أو بلديات، بحيث نستفيد من أي مساحات خارجية بنقدر يستفيدوا منها الأطفال إذا المدرسة ما كانت موجودة. قضية المواد المشتركة قبل إعادة فتح المدرسة كمان مهمة. في كتير التوصيات باتجاه أنه كل طفل يكون عنده المواد له، فبنا نطلع بقضايا توفير المستلزمات المشتركة، وكمان استبدال الأنشطة اللي بتحتاج لتقارب جسدي إلى أنشطة مثلا زي الركض في الهواء المفتوح،
وما إلى ذلك، اتخاذ إجراءات لضمان عودة الأطفال للمدرسة للأولويات الأكثر ضعفا وأكثر تهميشا، وكلنا عارفين من هاي الأولويات الموجودة. كثير مهم ندعم مبادرات الرجعة للمدرسة، في كثير قضايا وفي كثير نقاشات هاي الأيام بتصير كمان باتجاه برامج الكاش سبورت بروجرامز، اللي هي البرامج اللي بتحاول مرات توفر مستلزم توفر دعم مالي للبيوت الأقل حظاً اللي فيها الأطفال أكثر عرضة للتسرب. في كتير توجه صار باتجاه توفير رزم تعليمية، الرزم التعليمية توفيرها للأطفال الأقل حظاً، وحتى مرات إنه إحنا نوصلها إذا كان عملية التوصيل عملية الاستلام صعب. وكتير مهم إنه نعزز أي ترابط بين المرشدين أو العاملين الاجتماعيين في المدرسة وبين أي شبكات أو لجان حماية خارجية. دعم رفاهية العاملين قضية كتير مهمة قبل إعادة فتح المدارس. الملحق التقني رقم 3 جدا جميل، وفي كتير مواد بهذا الاتجاه، كيف المعلمين يحكوا عن كوفيد-19، كيف نقدر نساعد بعض نفهم كيف أثروا على الأطفال والمعلمين، كيف نحكي بالرسائل بهذا الاتجاه، كيف رسائلنا تكون بعيدة عن الوصمة، كيف نقدر نحدد الأطفال اللي بتظهر عليهم أي مؤشرات لازم ننتبه إلها، وكل قضية ضمان العودة الآمنة والجودة. ليش الجودة؟ لأنه الأطفال انقطعوا عن التعليم، مش معقول نفترض أنه بتفتح المدرسة ونفتح المنهاج وكل شيء تمام. كيف بدنا نعالج هاي الثغرة؟ كيف بدنا نخلق فترة انتقالية؟ كثير مهم بعد إعادة فتح المدرسة طبيعي، وكثير مهم نعطي أولوية للدعم النفسي والاجتماعي وأنشطة التعلم الاجتماعي العاطفي. بالفترة الأولى بالإعادة الرجعة للمدرسة مهم نشتغل على أنه يكون في تخطيط لأنشطة بسيطة وروتينية، ويكون في فترة انتقالية داعمة في البداية اللي هي تكون فيها أنشطة تفريغية، أنشطة بتساعد الأطفال مش ينتقلوا من فترة غياب 6 أشهر وبعدين نقدر نحضرهم إنهم يصيروا جزء من العملية التعليمية. كثير مهم الأنشطة كمان نركز فيها على الأقل حظاً، ونحاول نستفيد من الدروس اللي بيعطونا إياها الأطفال بالدعم المختلف، بحيث أنه نخطط لاستمرارية التعليم. التخطيط لاستمرارية التعليم والتخطيط لأي إغلاق متكرر لازم يبني على الدروس المستفادة والممارسات اللي استفدنا منها. يمكن رح نحتاج نوفر معدات إضافية داعمة للأطفال من بيوتهم، نفعل شبكات دعم المعلمين. هي قضايا كتير مهم ننتبه لها. القضية قبل الأخيرة اللي نسيت أحكيها اللي هي تحديد احتياجات التعليم، بس لحظة بالسلايد اللي قبل، بتحديد احتياجات التعليم مهم يصير في أسسمنت أو تقييم من قبل العاملين بهذا الاتجاه، وتحضير لدروس دعم مساندة. القطاع الرابع والأخير اللي هو حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي. قبل إعادة فتح المدارس بدنا نشتغل مع العاملين والمعلمين لتلبية الاحتياجات النفسية. زي ما حكينا كثير مهم نشتغل مع العاملين بهذا المجال، يقدروا يفهموا معنا شو الآثار اللي ترتبت على الأطفال، كيف يقدروا يتعاملوا مع الآثار المختلفة. كمان كثير مهم نشتغل على قضايا آليات التقارير والإحالة من أجل الحماية والمخاوف الصحية. يكون في عنا إجراءات واجب اتباعها لما يكون في عدوى مشكوك فيها، وكيف نبلغ العائلات اللي يمكن يكونوا فيها أفراد أكثر عرضة إنهم يتضرروا من أي عدوى بهذا الاتجاه. كيف نتعامل مع القضايا بسرية ومهنية بما يراعي مصلحة الطفل الفضلة. وكثير مهم نحضر العاملين في مجال حماية الطفولة إنهم يستقبلوا الأطفال، يقدموا دعم إضافي، يقدموا استشارات هاتفية، يقدموا أي مسجات باتجاه تخفيف الضغط والتوتر، رسائل مطمئنة بهذا الاتجاه. بعد إعادة فتح المدارس كثير مهم نعرف مين أكثر ناس كانوا هم عرضة للأثار السلبية أو مخاطر الحماية بفترة بفترة الانقطاع. وكثير مهم إنه نقدر نطور مع الأطفال رسائل داعمة لهي الفئة العمرية، نشتغل مع الأهالي ونشتغل مع اللجان. آخر سلايد اللي هو قضية المبادئ. المبادئ اللي بدنا نشتغل، يعني من القضايا اللي كتير بنحكي فيها إنه بيقدر يكون عندنا أعظم
خطة للرجعة أو دليل للرجعة، بس كتير مهم نضل منتبهين للمبادئ الأساسية. المبادئ الأساسية في إنه نهجنا يكون متكامل براعي كل القطاعات المختلفة. كتير مهم مشاركة الأطفال ونسمع لأصواتهم للقضايا اللي بتعنيهم، يساعدونا في تصميم الرسائل، يساعدونا في أفكار باتجاه دعم الأقران، باتجاه الدعم النفسي. وكمان الشباب، الشباب كلنا بنعرف إنه هم بيقدروا يكونوا محرك مجتمعي عظيم، متطوعين عظماء في إنهم يساعدوا بحل والوصول لكثير قضايا إحنا كنا مش قادرين ننجزها بفترة الإغلاق. نزيح أي حواجز مرتبطة بالنوع الاجتماعي وإمكانية الوصول. المهم جدا نضل بكل خطواتنا نشتغل مع المجتمع المدرسي كامل. هذا مصدر عظيم للمعرفة، للتحريك، للإنجاز باتجاه أدواره ومسؤولياته والبناء على الأنظمة الموجودة. ولا مرة بدنا نعود نشكل لجان جديدة أو نخلق لجان جديدة، إحنا بدنا نبني على الموجود، نحييه عشان نقدر نواجه هذا الخطر اللي كل الأطفال بيواجهوه، وإعادة بناء أنظمة مرنة من أهم المبادئ الأساسية، لأنه شكرا هي فرصة جزيلا يا عبير. بأنه نكون جاهزين أكثر لأي كوارث مستقبلية. شكرا يا عبير، شكرا شكرا. عفوا. يعني شكرا لهذا التفصيل، وفي الحقيقة يعني هذا الدليل شامل وكامل ومفصل، وكما تفضلت الأستاذة عبير قسمين يتعلق بتقدير كل الفاعلين العاملين للمدارس، وكذلك يتضمن في القسم الثاني موارد لأنشطة فنية وتربوية وصحية واجتماعية. احنا بننصح كل المؤسسات الموجودة هون او الشبكات انه هذا يمكن دليل لنقاش مفصل داخل مجموعاتهم ومؤسساتهم والفئات اللي بيشتغلوا معها. دليل ممكن يعتمد بشكل جيد وصلب للتعامل مع الفترة القادمة وخلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالتعامل مع المستجدات التي يمكن أن تحدث خلال فتح المدارس. شكرا عبير، وبالمناسبة هذا الدليل سيرسل لكل المتواجدين واللي سجلوا في هذا الويبينار هذه الندوة أصلا لإطلاق هذا الدليل. الآن معنا في المحور الثاني ستكون الأستاذة هاريت تشيدياك، وهي من الهيومانيتي والإنكلوجين من الاتش اي، وستكون المحور حول الإعاقة والدمج في قضية العودة الآمنة للمدارس. وهذه القضية هي قضية مهمة ومثار جدل لا زال ليس فقط عربيا وإنما عالميا. هاريت تفضلي، ومعك 10 دقائق في هذه المداخلة، تفضلي. شكرا استاذ رفعت، مرحبا للمشاركين، مرحبا من لبنان. رح نكون عم نغطي هاريت بس اعطيني دقيقه، نسيت انوه في هناك لغه اشاره من الاستاذ انهيت حكمت، تفضلي. شكرا. لكن رح نكون عم نشوف خلال هول 10 دقائق الإعاقة والدمج في العودة الآمنة إلى المدرسة. مثل ما كانت عم تحكي عبير عن دليل العودة الآمنة إلى المدرسة، في كتير أشياء مغطية خلال هيدا الدليل، بس نحن حنكون عم نعاود أو نفوت بشوية تفاصيل أكتر خاصة بالإعاقة والدمج. رح كون عم بحكي عن 5 أشياء أساسية: الإعاقة وفيروس كورونا بلبنان، تأثير فيروس كورونا على تعليم الأولاد اللي عندهم إعاقة، أبرز العوائق هن الأشياء اللي حنكون عم نغطيها، العوامل المهمة في نطاق الدراسة بعد كورونا عند ذوي الإعاقة، كيفية تمكين الأولاد ذوي الإعاقة من العودة إلى المدرسة بأمان، ومنخلص بالملاحظات الختامية والرسائل الرئيسية. فينا ننقل لتاني سلايد بليز. أول شيء الإعاقة وفيروس كورونا بلبنان، أكيد تأثر أكثر من 1.2 مليون طفل في سن التعليم من إغلاق المدارس في لبنان، أكيد بغير بلدان كمان تأثر رقم كتير كبير. خطة الاستجابة كانت غير ميسرة لأنه ما عنا داتا، ما عنا بيانات دقيقة خلال تسجيل الأولاد ذوي الإعاقة في المدارس.
عندنا تقريباً 15% هي نسبة الأولاد ذوي الإعاقة يلي هن خارج التعليم، يعني من عدد الأولاد الكبير يلي هن out of school خارج التعليم 15% منهم عندهم إعاقة. الدمج بلبنان هي خطة بلشت من سنتين، والمشروع بعده لهلأ بالمدارس الحكومية بعده نموذجي، والتطبيق تبعه عم بيكون بس بـ30 مدرسة. كرمل هيك الاستراتيجية تبع الدمج بعدها لهلأ منا مرسومة ومنا مكتوبة، وناطرين قيد التطوير انه تكون الوزارة عم تنهيها تتكون كل العالم عم بتشارك فيها بالتطبيق تبعه. طبعاً في عنا تفاقم الحواجز عامة بسبب أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية اللي نحن فيها، يلي هو عم بيأثر على وصول مثل ما كمان كانت عم تحكي عبير قبله، الأشخاص ذوي الإعاقة ما عم بيوصلوا للخدمات، ما عم بيوصلوا للسيرفيسز يلي الجمعيات عم بتقدمها أو يلي الدول عم تقدر تقدمها. شو هو تأثير فيروس كورونا على تعليم الأولاد اللي عندهم إعاقة؟ أول شيء حنشوف الحواجز اللي عم بيشوفوها أو عم بيواجهوها الأولاد اللي عندهم إعاقة. قبل كورونا كان عنا عشرات آلاف من الأولاد اللبنانية من ذوي الإعاقة خارج أي برنامج تعليمي، يعني ولا بالفورمال إدوكيشن ولا بالنون فورمال إدوكيشن، ما عم بيستفيدوا من خدمات المدارس أو المراكز التربوية، وهيدي النقطة عم بتأثر على وصولهم لباقي الخدمات اللي معقول تكون المدرسة عم بتغطيها. يلي مسجلين بالمدارس كانوا عم بيفتقروا من المواد التكنولوجيا أو المعلوماتية، يعني مثلاً لابتوب، آيباد أو حيالة مواد بيسهلن وصولهم للمعلومات. وطبعاً في عنا مشكلة خدمة الإنترنت اللي هي بطيئة أو منا منيحة كفاية كرمال نقدر نحضر ونعمل أبلود أو داونلود، وانقطاع الكهرباء يلي كمان ما فينا نكون عم نوثق فيه، كما انه المواد ما عم يتكيف بطريقه انه يوصل لكل الاشخاص اللي عندهم اعاقات. اذا كان الشخص ما بيسمع او ما بيقشع ما عنده المواد ما عم بيكون مكيف مزبوط بالنسبه له. في عنا اولاد ذوي اعاقه كمان عندهم صعوبه بالفهم او بالتاقلم مع هذا الروتين الجديد، كل ما تغير الروتين كل ما هن عم يضيعوا اكثر تيجعوا يفوتوا على الصف او على الدراسه. وعنا أكيد تزايد العنف خلال الأزمات اللي هو موضوع كلنا بنعرف فيه وبنعرف أنه بيصير عم يتفاقم إذا كان بالبيت أو على الطريق. منشوف الحواجز اللي عم بيواجهوها الأهل خلال أزمة الكورونا، وهيدول الأشياء إحنا كنا عم نقضيهم من وقت ما بلش اللوك داون بلبنان من أدار 2020 لحديت هلأ. أول شيء الأهل منهم جاهزين ومنهم متوفر لهم الوصول للتكنولوجيا بشكل يكون متساوي. عنا انخفاض بنسبة الدخل بسبب الأزمة الاقتصادية، وهذا شيء عم بيأثر بتأمين كلفة التعليم والمواد المساعدة لذوي الإعاقة. عنا نقص بالمعرفة وعدم قدرة الأهل على تكييف المواد التعليمية. عنا أكيد الشعور بالقلق والتوتر تجاه صحة الولد، وأغلبية الأولاد اللي عندهم إعاقات ممكن يكون عندهم كمان عرضة أكثر للمضاعفات. عدم توفر خدمات الدعم اللازمة كإعادة التأهيل والعلاجات. بنتقل للحواجز اللي واجهوها المعلمين، المعلمون المعلمات. عنا نقص بالمعرفة والقدرة على استعمال التكنولوجيا الميسرة، كيف بدي خلي المواد تبعي يكون أكسسبل للأشخاص كلها. صعوبة بتكييف المواد التعليمية عن بعد لعدم توفر الأدوات اللازمة بأغلبية المدارس طبعاً، وصعوبة التواصل بشكل مناسب مع الطلاب ذوي الإعاقة. شو هند العوامل المهمة بنطاق الدراسة بعد كورونا عند ذوي الإعاقة؟ من هون لح نكون عم نشوف أنه عنا نقطة الخفية بمبادرات التعلم المتسارعة. في عنا تخفيضات المتوقعة في ميزانيات التعليم، وهذا عم بيأثر كتير بسبب الأزمة الاقتصادية. اعتماد خطط تعليمية ما عم بتكون دامجة، ما عم بتكون لفترة ما بعد الأزمة.
خطر تدفق كبير للطلاب، وهذا الوضع هلأ بلبنان، من المدارس الخاصة لحديت المدارس الرسمية، وحتى عنا مراكز لذوي الإعاقة عم يضطروا يسكروا لأنه ما عم يقدروا يدفعوا لهم من الدولة مصاري، بدهم يروحوا كل هالولاد على السنة الدراسية الجديدة على المدارس الرسمية. ما عم نعطي أولوية، وعم يكون في إهمال لطلاب ذوي الإعاقة من قبل نظام التعليم، من قبل الوزارة طبعاً. عدم عودة الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدرسة، واللي هو خوف كتير كبير معقول نكون عم نتوصل له. كيف فينا نمكن الأولاد اللي عندهم إعاقة من العودة إلى المدرسة بأمان؟ أول شيء رح نكون عم ناخد بعين الاعتبار كل التفاصيل اللي نحكوا بقلب الدليل، بس رح نزيد عليهم أو رح نحكي بتفاصيلهم أكتر خلال هيدا السلايد. بدنا نأكد على أولوية العودة، يعني بدي أكد إنه الأولاد ذوي الإعاقة عم بعطيهم opportunity، عم بعطيهم الفرصة، وأكد عليهم إنه عم يرجعوا يتسجلوا ويفوتوا على السنة الدراسية الجديدة. تأكيد إنه تكون خطة الاستجابة التعليمية دامجة، تكون دامجة وقادرة تكون مكيفة. العمل على تحسين نظافة المدارس، أكيد اعتماد نهج متعدد القطاعات، ما بيهمنا بس كون عم علم، بيهمنا كمان يكون عند البرنامج الحماية، الصحة النفسية، التغذية وإلى آخره متوفرين بقلب المدرسة وميسرين للأولاد يقدروا يوصلوا لهم. يكون عنا متابعة سريعة وفعالة لاستخدام الابتكارات التكنولوجيا، بالأخص إنه نحن حنفوت بالسنة الدراسية بالهايبريد سيستم، رح يكون في عنا يومين بالمدرسة يومين أو ثلاثة أونلاين عن بعد، والتكييف رح يكون ضروري إنه يكون قادر يوصل للأشخاص حتى اللي مش قادرين يسمعوا أو مش قادرين يقشعوا أو عندهم مشكلة باستخدام أصابعهم أو اليدين. بدنا نجرب نشتغل كمان على زيادة الاستثمار بقطاع التعليم لذوي الإعاقة كرمال نقدر نأمن برامج ومعدات ميسرة متاحة، إضافة إلى أدوات أخرى تستعمل في التعليم عن بعد دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت. إذا الإنترنت ما كان فينا كتير نتكل عليه يستعملوا أبليكيشنز يكونوا أوفلاين. لحقتها على أمثلة كنا بHI عم نشتغل عليهم. أول مثل عنا إيه من غزة من فلسطين، استخدموا التكنولوجيا المتاحة، وهون مثل ما بتشوفوا على يوتيوب في عنا تفسير لعدة مواد، والمعلمين هن استخدموا كمان لغة إشارة، وكان في تقنية تدريس مكيفة تكون عم تتوصل لكل الأشخاص بلا ما نكون عم نترك حدا برات الوصول. بفلسطين معك. نعم بفلسطين كمان استخدموا قصة اسمه بطلتي أنا، بطلتي أنت سوري ماي هيرو، وبتحكي عن الكوفيد، بتعرف عن الكوفيد للأولاد، موجودة بعدة لغات وبذات الوقت بالفيديو مكيف. بنتقل على لبنان، كان في عدة طرق استخدمت، بس أكتر شيء كان في عنا المعلمات عم يشتغلوا على فيديو بيفصل أو بيفسر بصور بكتابة مع كابشنز، وإذا ممكن كمان وجود حدا عم يستخدم الساين لانجويج كرمال كل الأولاد تكون عم توصل لهم التفسير. في عنا صور إذا كمان انتبهتوا لهم، كنا عم نجرب نوزع تابلتس ولابتوبس كرمال الأولاد اللي بالبيت يقدروا كمان يوصلوا للدراسة مثلهم مثل كل الأولاد. ملاحظات الختامية إذا تسمح لأستاذ رفعات، عنا أكيد الفشل في اتباع نهج الشامل، أهم شيء نكون نحن عم نشتغل على نهج يكون قادر متعدد القطاعات يقدر يوصل للكل بغض النظر إن عن إذا عنا ولد عنده إعاقة أو إذا بنت أو إذا شاب أو قد العمر. يشكل التعليم خط الدفاع الأول، هيدا الشيء كلنا منتفق عليه، والتعليم الشامل هو الأكثر فعالية لتأمين تعليم جيد يستفيد منه جميع الأطفال. لازم نضم إلى الزخم الدولي لضمان عودة آمنة إلى المدرسة لجميع الأولاد. وبحب أنهي أنه من واجبنا نحن كجماعة النظر للتعليم بمنظاره الشامل، وبالأخص هلأ نحن بالوضع كمان برجع أقول عن لبنان، لأنه بالوضع اللي نحن فيه المعلمين بدون شغل بدون تحضير، رح تبلش المدرسة بعد شهر، ما عدنا مش مخلصين كل التحضيرات لإطلاق السنة الدراسية. آخر سلايد لح...
آخر سلايد بس هو لينكس للأشخاص اللي بيحبوا يتابعوا عليهم للمشاركين إذا بدهم يفوتوا على الرابط ياخدوا تفاصيل أكثر. شكراً لكم. شكراً شكراً هليت شكراً. في الحقيقة الـ HI أو الـ Humanity والـ Inclusion المؤسسة مشهود لها في الشغل على الإدماج وتحديداً الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما تفضلتي الأشخاص ذوي الإعاقة هم من يعني الضرر صار مضاعف اصلا في تهميش لهم قبل جائحه كورونا، مع هذه الجائحه زاد التهميش، وفي هناك تخوف في مرحله العوده للمدارس ان يكون هناك اكثر تهميشا. ولكن هاريوت ذكرت يعني يمكن اربع قضايا مهمه ناخذها بعين الاعتبار. الوصول، وصول الاشخاص ذوي الاعاقه إلى التعليم بكل أشكاله، سواء كان من حيث اللوجستيات أو حتى من حيث المضامين، يعني وصولهم للمدرسة وأيضا إلى نوعية تعليم قادر يتلبي احتياجاتهم، وأيضا الأقلمة بالضرورة، أقلمة المناهج وأقلمة الاستراتيجيات للوصول لاحتياجاتهم، وأيضا أن يكون هناك توفر لعملية التعليم وكل الجوانب المتعلقة في التعليم، وأيضا أن يكون هناك نوع من القبول في إطار هذه الاحتياجات. في قضايا ذكرتها هاريوت مهم جدا في هذا الإطار، يعني تأهيل المعلمين مهم جدا للتعامل مع قضايا الإدماج، وأيضا الموازنات. ذكرت أنه في لبنان على تحديدا راح يكون في هناك توجه كبير للتعليم العام، مش بس بلبنان، التوقع أن الوضع الاقتصادي يكون سيء جدا، فبالتالي راح يكون في هناك إزاحة ونزوح من القطاع الخاص إلى القطاع العام، من التعليم الخاص إلى التعليم العام. هذا يحتاج إلى موازنات، وتحديدا عندما نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة سواء متعلق في تأهيل المدرسين أو في البنية التحتية. وأيضا حكت أنه هذا يرافق نوع من القلق الصحي، وبالتالي يجب أن نكون يعني بجهوزية عالية في هذا المضمار، ناهيك عن قضية الجانب والقلق الاقتصادي. وهي ذكرت أيضا قضية مهمة، الإدماج والشمولية، بمعنى هذه مسؤولية الحكومات أن تؤقلم وتغير في نظامها الاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة أو كل الفئات اللي عندهم احتياجات خاصة. ليست مسؤولية الفرد أن يؤقلم نفسه، هذه مسؤولية النظام، النظام والدولة، وهذا ما نقوله التعليم حق وحق للجميع. نذهب الآن إلى المحور الثالث، وهو عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ في سياقات التعليم غير الرسمي وداخل المخيمات، وستقدمه الأستاذة لميس الحسن من المجلس النرويجي للاجئين. تفضلي ومعك 10 دقائق يا لميس. شكراً أستاذ رفعت. مرحباً للجميع، أنا لميس الحسن، مديرة مشاريع التعليم بالمجلس النرويجي للاجئين مكتب الشرق الأوسط. واليوم مثل ما تفضل أستاذ رفعت رح أكون عم بحكي أكثر عن العودة إلى التعلم الغير رسمي. بحب أبلش بنقطة كتير مهمة لازم نخليها ببالنا إن كان عم نخطط لعودة للتعليم الرسمي أو التعليم الغير رسمي. جانحة كورونا هي اللي بلشت من أول السنة وأثرت على العالم كله، هي جانحة بعدها معنا وما رح تتركنا أبداً لوقت طويل ما بنعرف قديه. فهذا الموضوع لازم نخليه ببالنا لما بدنا نخطط للعودة الآمنة للتعلم. ليه؟ لأنه هذا بيخلينا نكون عندنا خطة طوارئ أو استعداد أكثر لأي أي طارئ أو أي وضع بده يصير، إن كان بيتعلق بإغلاق أو إعادة إغلاق أو إعادة فتح متكرر ممكن يصير خلال التحضر. بحب أبلش أول شيء كمان بأنه نعرف على أدوارنا ومسؤولياتنا نحن كمجتمعات محلية منظمات دولية. أدوارنا ومسؤولياتنا بتختلف إن كان أنا عم بخطط لعودة التعلم للتعلم الرسمي أو العودة إلى التعلم الغير رسمي. فنحن كمنظمات دولية، كمنظمات مجتمع محلي، دورنا ومسؤولياتنا خلال حملة العودة إلى المدرسة هو ندعم الأنظمة الرسمية في مسعاها بفتح بإعادة فتح المدارس.
أما دورنا نحن ومسؤوليتنا بالتعلم الغير رسمي فهو دور أكبر بكثير من هيك. دورنا نحن هو إنه نبحث وندعم جميع الأطفال والشباب اللي هن خارج المدرسة، يعني نحن لازم ندور عليهم، لازم نلاقيهم، لازم نحرص على إنه هدول الأطفال والأطفال والشباب مش مهمشين، هن عم بيمارسوا حقن على القليلة فرصة الحصول على التعلم، التعلم الغير رسمي في حال غير إتاحة التعلم الرسمي. ثلاث أمور بصراحة لازم نأخذها بعين الاعتبار لما منخطط للعودة الآمنة للتعلم. الأمر الأول واللي هو كتير مهم هي حملات المناصرة. حملات المناصرة مع السلطات اللي هي لازم تكون مع السلطات المحلية، مع المجتمعات المحلية وداخل القطاع الإنساني. وليش عم نحكي عن المناصرة؟ عم نحكي عن المناصرة لأنه التعليم هو استجابة لإنقاذ الحياة. للأسف لهلأ وقت الأزمات كلنا بنعرف إنه التعليم لا يصنف كأولوية، كخدمة أولوية لإنقاذ الحياة، وكلنا بنعرف إن العكس صحيح، التعليم هو إنقاذ للحياة. النقطة الأخيرة اللي لازم ناخدها ببالنا لما عم نخطط للعودة للمدرسة هي كمان الخدمات الأساسية المتوفرة. لازم يكون في هناك خدمات أساسية متوفرة ومتاحة لنا لحتى تقدر تساعدنا وتساهم بأن نحن نقدر نتابع التعليم بأشكاله الرسمي والغير رسمي. كنا واجهنا صعوبات وقت صار في عملية حجر أو إغلاق المجتمعات بالوصول أنه نوصل للخدمات الأساسية اللي ممكن تساعدنا لحتى نتابع التعليم، وهون بقصد المحلات الطباعة أو محلات لحتى نقدر نأمن القرطاسية. فهذا الشيء كتير مهم لحتى ننوه له لحتى نقدر نبلش بإعادة التعلم. لما بحكي عن إعادة التعلم الغير رسمي بحب أميز بين نوعين الصراحة. في نوعين للتعلم الغير رسمي، في التعلم الغير رسمي بالمجتمعات وفي التعلم الغير رسمي بالمخيمات، وكل نوع له خصوصيته، له تحدياته اللي بتواجهها. لما بكون عم نشتغل نحن بالتعلم الغير رسمي بالمجتمعات في خمس اعتبارات أساسية لازم ناخدها ببالنا. أول أمر أو أول موضوع هو موضوع الجهوزية، قديش نحن جاهزين لحتى نقدر نواصل أو نعيد العمل بالتعلم الغير رسمي، من حيث وهذا بيشمل الموارد اللي عنا إياها، مواد التعقيم، التوظيف، هل أنا بدي أزيد عدد الموظفين عندي أو لا، وبناء القدرات. الأمر الثاني هو التنسيق، والتنسيق لازم يكون مع وزارة التربية، مع العاملين بالقطاع الصحي والعاملين بالقطاع التعليمي. وبحب أنوه هون على وزارة التربية، التنسيق مع وزارة التربية يعني إنه قراراتنا وإجراءاتنا لازم تكون متماشية تماماً مع إجراءات وقرارات وزارة التربية. لما بيقولوا إنه نحنا بدنا نفتح، نحنا منفتح، يعني ما فينا نفتح نحنا مراكزنا إذا كانت وزارة التربية هي قررت إنه تغلق المدارس. هذا موضوع جداً مهم. النقطة الثالثة اللي لازم ننتبه لها كمان هي إشراك المجتمعات. وإشراك المجتمعات هون أنا عم بحكي عن بناء المعرفة، مشاركة المعلومات. للأسف مشاركة المعلومات أو عملية الوصول للمعلومات عند مجتمعات النازحين واللاجئين هي عملية جداً محدودة. لذلك واجبنا نحن إنه نشارك المعلومات، وهاي المعلومات لازم تكون موحدة لحتى تكون الرسالة تقدر تترسخ عند الأهالي وعند الأطفال. النقطة الرابعة هي خطة الطوارئ. مثل ما حكينا قبل ممكن نحن رح نكون معرضين إنه نحن نتابع التعلم نرجع نضطر إنه نوقف التعلم، فلذلك لازم نكون جاهزين تماماً لهذا الشيء. أي طريقة تعلم بدنا نختار؟ هل أنا بدي أختار وجه لوجه؟ هل أنا بدي أجيب الأطفال أو الشباب لعندي بالمراكز؟ أو هل أنا بدي أتبع طريقة التعلم في المنزل؟ أو ممكن أنه أنا أمزج ما بين الطريقتين؟ وأكيد بدليل العودة الآمنة للمدارس رح تلاقوا شرح أكثر عن هذا الموضوع. آخر نقطة اللي هي بتتعلق بالأمان. الأمان بنحيث اللي بيشمل المياه،
خدمات الصرف الصحي اللي عندي إياها بالمراكز التعليمية اللي عم بيتم فيها عملية التعلم، الحرص على التباعد الاجتماعي والدعم النفسي أكيد. النوع الثاني من التعلم الغير رسمي هو النوع اللي بيصير بالمخيمات، وهذا هو صراحة أكثر تحدي. الاعتبارات الأساسية اللي لازم ناخدها، النقطة الأولى هي للوصول، هل الوصول إلى المخيمات، هل نحن قادرين نوصل على المخيمات أو لا؟ لأن ممكن وقت قرار إغلاق المجتمعات ما يكون في عنا قدرة إنه نحن نقدر نوصل على المجتمعات، على المخيمات عفوا. إعادة التمركز، كيف بدي أرجع أنا أعيد التفكير باستخدام الموارد اللي عندي، مواد التعقيم، التوظيف، بناء القدرات. التنسيق كمان مرة، والتنسيق هون مختلف، التنسيق رح يكون مع إدارة المخيم، والتنسيق رح يكون مع جميع العاملين بالقطاع الصحي والتعليمي بقلب المخيم. مهم كتير نضلنا عم ننسق مع بعض، نوحد جهودنا سوا. كمان النقطة اللي نوهت عليها قبل اللي هي إشراك المجتمعات المخيم، إشراك الجميع بعملية العودة الآمنة ومشاركة المعلومات. الخيار الرابع أو الاعتبار الرابع هو اللي هو اللي بيحكي عن الاستجابة، لازم تكون في عنا خيارات تعلم مرنة في حال للاستجابة لأي طارئ ممكن يصير معنا. كمان مرة تانية ممكن نحن نخسر الوصول، ميزة الوصول إلى المخيم، ممكن اليوم عم نقدر نحن نوصل على المخيم، بكرة ما منقدر نوصل على المخيم. فشو هي الخيارات التعلم اللي عندي إياها لحتى أنا أقدر أضمن استمرارية التعلم خلال جميع الأوقات. أخيراً كمان هي كمان عم نحكي عن الأمان، الأمان اللي بيشمل المياه والخدمات الصحي، التباعد الاجتماعي والدعم النفسي. بحب أختم هون بالتنويه وبني أشدد على أهمية الدعم النفسي، والدعم النفسي صراحة بأهميته بالنسبة للأطفال والشباب اللاجئين والنازحين. اليوم في دراسة أطلق المجلس النرويجي للاجئين، وهي الدراسة تمت مع أطفال وشباب بمنطقة الشرق الأوسط، أطفال وشباب نازحين ولاجئين بمنطقة الشرق الأوسط. نتائج الدراسة توصلت إنه عندنا 88% من الأطفال اللاجئين عم بيشعروا بالتوتر خلال أزمة خلال جائحة كورونا. الرقم الثاني واللي هو الرقم المخيف، 45% من الأطفال قالوا إنه هن صار عندهم ضغط نفسي أكبر قبل جائحة كورونا، يعني الضغط النفسي تبع كورونا هو كان بالنسبة لهم أكبر من أي ضغط نفسي مرقوا فيه قبل. وهذا الموضوع جدا مهم، ولهذا الموضوع لازم ننتبه عليه كتير منيح. ليه؟ لأنه إذا ما بتم معالجة هذا التوتر عند الأطفال أو الشباب، عند الأطفال حصرا، فهدول الأطفال هن معرضين لمشاكل صحية على المدى الطويل. شكرا كتير أستاذ رفعت، وشكرا للجميع. شكرا أستاذ لميس. حقيقة الأستاذ لميس ركزت على قضية مهمة، كمجتمعات محلية ومجتمعات مدنية بتهمنا إحنا في هذه المرحلة في خطين، ودعم الوزارات في العودة الآمنة للتعليم الرسمي، ولكن أيضا هناك الملايين والألاف من الناس اللي خارج إطار المدرسة، وتحديدا الشباب والأطفال، وهذه مهمة المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي. وبالتالي قضية المناصرة اللي ذكرتها الأستاذ لميس مهمة جدا، هذه مسؤوليتنا إحنا كمجتمع مدني ومجتمعات محلية نضمن وجود مساندي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات والتوفير كل الخدمات اللي ممكن تتوفر لهذه الأطفال، وحتى الضغط باتجاه كثير من الأطفال إلى المدرسة. والمخيمات تحديداً ومخيمات اللاجئين في المنطقة العربية يعانوا الأمرين، وتحديداً الشباب والأطفال، وبالتالي إنقاذ حياة الأطفال من خلال التعليم اللي ذكرته مهم. التعليم هو إنقاذ للحياة وهو الحل وليس ضحية. إذا تعاملنا مع التعليم كأنه ضحية من صف بنتباكى على
الأوضاع اللي موجودة عندنا، ولكن إذا نظرنا للتعليم كحل وبالتالي منطور استراتيجياتنا في هذا الموضوع، فالجهوزية مطلوبة كما قالت الأستاذ لميس، وأيضا في هذا الإطار التنسيق مع كل الأطراف المعنية، وتحديدا أنا بركز مع داخل مؤسسات المجتمع المدني، داخل المجتمعات المحلية، مهم جدا لتحقيق هذا الموضوع. وبالتالي كل القضايا اللي حكت عنها الأستاذة لميس يجب أخذها بعين الاعتبار، قضية الطوارئ والأمان والاستجابة، المرونة في التعامل مع التعليم غير الرسمي مهم. لا تستطيع أن تتعامل وكأنك حكومة تتعامل مع هذه الفئة، يجب أن يكون هناك نوع من الخروج خارج الصندوق والإبداع والمرونة في التعامل مع كل الاستراتيجيات التي تستخدم. وذكرت قضية مهمة جدا، هذه القضية هي إلها علاقة بالشراكة، بالشراكة في فهم المعنى، شراكة الناس اللي بيكونوا شركاء حقيقيين في 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 فهم معنى الأزمة، معنى القضية، بيكونوا جزء من الحل. هذه مفهوم الشراكة نتركها للدكتور زاهي عازر رئيس الحملة العربية للتعليم، دائما كان مميزا في طرح قضايا إلها علاقة كما يسميها بالتربي والتوعي. دكتور زاهي معك 10 دقائق للإنجاز، تفضل. شكرا، شكرا رفعت. بداية كل أعبر عن كل التقدير للعاملين في مجال العودة الآمنة إلى المدارس، مؤسسات وأفراد باسم الحملة العربية للتعليم. موضوعنا هو في الشراكة المجتمعية، وحقيقة بداية نقول إنه ببلادنا دائما هذه الشراكة المجتمعية تبقى في الحد الأدنى مثل ما بنعرف. للأسف للأسف نحن اليوم في تجربة الخوف، هذه تجربة يعني جائحة كورونا اللي عملته واللي عم تعمله، نحن أمام فرصة. يعني بعد الصدمة التي سببتها جائحة كورونا هناك فرصة اليوم نفكر بالعودة الآمنة إلى المدارس. ماذا تعني؟ لأنه إذا لم تكن آمنة فنتائجها على المجتمع كارثية. هذه الفرصة تعني أنه المشاركة المجتمعية أساس وضرورة قصوى حتى تنجح هذه العودة الآمنة ولا تكون ظرفية. هذا هو الأهم. هنا سنستعمل كلمة مستدامة، بمعنى أنه العودة الآمنة إلى المدرسة، المدرسة الآمنة، التحدي أن تكون مستدامة مستقبلاً، يعني أنه لا تكون فقط ظرفية لهذا الوضع اليوم، أنه نعمل التدابير حتى الناس تدخل على الطلاب، يدخلوا على المدارس بالحد الأدنى من الأذى إذا فينا نقول. المشاركة المجتمعية اللي عم نحكي عنها هي شرط لمدرسة آمنة. مشاركة المجتمعية المستدامة عم نحكي، يعني في 3 أطراف داخل فيها بشكل أساسي. أول طرف طبعا هو الدولة وبكل مؤسساتها وتشعباتها، المجتمع المدني كمان بكافة فئاته، والمجتمع المدرسي خاصة. هؤلاء هون 3 عناصر هي التي إن تشاركت كنا على درب، نصير على درب إنجاح الدخول الآمن والمدرسة الآمنة، بمعنى أنه هنا المدرسة هي تنادي الطرفين إلى هذا اللقاء. المدرسة التي نريدها أن تكون تستقبل طلاب يأتوها
يأتوها بفرح ليلاقوا فيها الأمان هي التي تنادي الطرفين الآخرين إلى هذه المشاركة المجتمعية. هذا يعني أن هذه المدرسة الجديد أن المدرسة تعود لتتبوأ مكانها الأصلي كقلب الحياة. التعليم التعلم التعليم يعود إلى موقعه الأساسي قلب الحياة أكثر ما نقول مثل ما قلنا كمان إنقاذ الحياة كمان حلو التعبير. وهذا يفترض التوعي داخل المدرسة وداخل أجهزة الدولة وداخل المجتمع المدني، ومن التوعي ننطلق إلى بناء مقاربة جديدة للتعلم والتعليم في المجتمع ككل عبر هذه المشاركة. ونقول إنه هذه المشاركة المجتمعية الواسعة التي لا يمكن أن تكون إلا واسعة مستمرة ومستدامة هي تفاعلية، ليست هنا على مستوى القرار أو البدء بالموضوع، هي على مستوى المسار التفاعلي الخلاق. هنا ننتقل إلى كلمة الثقافة، ثقافة التشارك، وهي مثل ما بتعرفوا نادرة بمجتمعاتنا. هذه الثقافة في هذا الوضع الذي نعيشه، وضع التعايش مع كورونا للأسف، هذه الثقافة يجب أن تبنى، أن ننطلق بها على المستويات الثلاثة، لأنه الثقافة التشاركية هي التي ستجدد المدرسة والمجتمع المدني والدولة، لأنه الكل ابتعد في مكان أو بآخر، ابتعد كمان عن موقعه عبر مسارات عدة. فهذه العودة إلى التفاعل عبر الثقافة التشاركية تعني تجديداً كبيراً في موقع المدرسة وفي حياة المجتمع ككل. مشان هيك هلا ننتقل إلى الحوار. هذه الثقافة التشاركية بدها حوار بالعمق بين كل الفئات، إن كان بالمجتمع المدرسي أو المجتمع المدني أو الدولة. وهنا من الأهمية بمكان إشراك الأطفال، إشراك المعلمات والمعلمين، إشراك الإدارة، هو حوار حول استدامة مدرسة آمنة بكل أبعادها. وأنا لا أقول إشراك سطحي للمرأة، أقول إشراك حقيقي للمرأة في قيمة مضافة ممكن أن تقدمها المرأة، ليس استماعا للمرأة إنما إصغاء للمرأة، وكذلك إلى أكثر الفئات ضعفا وتهميشا. لأنه ثبت أنهم بالبداية كان هناك أصوات كثيرة تدعو إلى هذا التجديد ولم تكن مسموعة. سنتكلم الآن بسرعة عن موضوع تجدد المجتمع المدني العربي ككل. يعني المجتمع العربي المدني العربي ككل يعني معك دقيقتين بس. طيب طولنا. المجتمع المدني العربي يعني يجب أن يستعيد قضيته الأولى، وهي التعلم المجتمعي. هذا بيعطيه قضية وله دور أن يلعبه كثيرا في موضوع هذا التجديد. مثلا هو الوحيد القادر أن ينقل المدرسة الآمنة إلى مناطق بعيدة عن المركزية التقليدية. نقول بكلمة أنه يعني الكل يعلم ويتعلم ويتطور، وهنا هناك دور جديد للمنظمات الدولية ضمن
كل هذا أنها يجب أن تكون ضمن موضوع التعلم والتعليم وتفاعلية مع كل فئات المجتمع الذي يتطور ويتغير. أخيراً سنستعمل كلمتين: استعادة الوحدة والمعنى ضمن هذه المشاركة الاجتماعية. نحن أمام تطوير أو بناء منهاج تعلمي يعكس هذا الواقع الجديد، يعكس أبعاد بناء مدرسة آمنة مستدامة، وينعكس مقاربة جديدة للمدرسة ودورها في هذا المجتمع. أخيراً خلصنا، بس ضرورة أنه إعلام جديد برؤية بمقاربة جديدة يجب أن يواكب هذا التجديد كله، وحملات التوعي والمناصرة هي الأساس في بناء كل هذا وعكسه على المجتمع. شكراً. ورأي بطاب كما ذكرت الدولة والمجتمع المدني بكل تفريعاته وأيضا المجتمع المدرسي. إشراك المدرسية في هذا العودة مهم جدا، داخل المدرسة مهم جدا إشراك الطلاب وإشراك المعلمين وإشراك الأهل في التخطيط للعودة للمدارس وأثناء المدرسة مهم جدا، وأيضا كما ذكرت قضية التوعي مهمة جدا للوصول إلى مقاربة جديدة عالم. بالنهاية الشراكة هي ثقافة أكثر منها تدرب أو تعلم، الشراكة هي ضمن حاجة وفهم ووعي الناس لضرورتها وأهميتها ودورها في استعادة المعنى والوحدة والعافية. الآن شكرا لكل المتحدثين. الآن ننتقل للأسئلة والأجوبة. الأخ أيمن راح يساعدنا في انتقاء الأسئلة التي كتبت، وسنعطي كل متحدث يعني دقيقة أو دقيقة ونص للإجابة بشكل سريع، لأنه حسب ما قال لي أيمن إحنا خارج إطار الوقت، يعني ملتحقين بالوقت في هذا الإطار. أيمن ممكن تذكر الأسئلة إذا موجهة لمتحدث بعينه بكون كثير منيح. شكرا كثير استاذ رفعت. اذا ممكن اطلب من جميع الطارق لاغلاق مشاركه الشاشه، واطلب من كل المشاركين والمشاركات والمتحدثين والمتحدثات لي يحطوا الكاميرات على اساس انه نكون كلنا في مباشره مع الجمهور. طارق ممكن تعمل إغلاق للمشارك الشاشة بعد إذنك. يعني هناك في بعض الأسئلة كتير رائعة يعني، وكتير منها متكرر طبعا. السؤال الأول بتطرق للدول أو البلدان اللي بتعاني من نقص وشح في المواد الإلكترونية مثلا، أو ما يتعلق في موضوع صعوبة الوصول للإنترنت، منها السياق اليمني، السياق السوري وبعض السياقات الأخرى. كيف ممكن في الدول اللي بتعاني من شح في التكنولوجيا وصعوبة الوصول للإنترنت لتستخدم استخدام للتعليم عن بعد اللي تكلمنا عنه في هاي الويبينار؟ السؤال موجه للجميع المشاركين والمشاركات معنا. في حدا بحب انه يتطرق للسؤال هذا؟ لما تفضلوا. إذا بتسمح لي أستاذ أيمن ممكن أنا أجاوب على هذا السؤال، لأنه هو كان تحدي بالنسبة لنا كتير كبير. غياب الإنترنت أو وسائل التكنولوجيا هو تحدي كتير كبير للتعلم الغير رسمي. الاستجابة كانت لأن اللي عملناها أو الطريقة الأمثل اللي كانت بالنسبة لنا اللي قدرنا نوصل فيها للأولاد أو الشباب هي طباعة، صراحة طباعة
المنهج يلي بتلاقوه مناسب لكم. أنا ما رح أحكي عن أي من لأنه كل دولة وكل منطقة إلى منهج إلها. ممكن ينعمل أوراق عمل تنطبع حسب الوضع القائم عندكم. في مناطق نحن كنا عم نوزع أوراق العمل بشكل أسبوعي عن طريق ميسرين أو معلمين أنتوا بتوظفون من داخل شرط من داخل المجتمع المحلي. وليش من داخل المجتمع المحلي؟ لحتى نضمن عدم تفشي الفيروس. هاي الأوراق العمل ممكن تتوزع بشكل أسبوعي، توزعت صراحة بشكل أسبوعي، وصار في عملية متابعة للأطفال بمنازلهم أو بخيامهم إذا كانوا هن بالمخيمات. ليش؟ لأنه في كتير من الأهالي بالمخيمات هن غير متعلمين وغير قادرين إنهم يدعموا أو يتابعوا أطفالهم بالتعلم عن بعد. لذلك كان الحل الوحيد إنه نبعث ميسريننا نحن لعندهم يعملوا مجموعات صغيرة من 5 أطفال مع مراعاة التباعد الاجتماعي أكيد لحتى يقدروا يتابعوا التعلم. جميل جدا لميس، شكرا كثير. أكيد لكل سياق خصوصيته يعني أكيد يعني، ولكن هناك في بعض المواد التعليمية اللي ممكن يتم موائمتها وتأثيرها في حسب السياق المعين وبحسب الموارد الموجودة يعني في البلد نفسه يعني. السؤال الثاني بتكلم عن المشاركة المجتمعية، بيحكي مرحبا أصدقاء، ما هي أفضل طريقة لإنجاح المشاركة المجتمعية؟ كيفية ضم المجتمع لإنجاح العملية التعليمية والعودة للتعليم بصورة عامة؟ أعتقد تطرق أستاذ زاهر للموضوع هذا بشكل سريع، ولكن في سؤال يعني أعتقد أنه في ظل حجم الأزمة اللي بتمر فيها قطاع التعليم بما يتعلق في موضوع وصول الطلاب للمدارس، المشاركة المجتمعية تعد عنصر مهم جدا لمشاركة الآباء والأمهات ورجال المجتمع لضمان عودة سالمة وآمنة للمجتمع. السؤال بيطرح كيف ممكن، ما هي أفضل الطرق لإنجاح المشاركة المجتمعية حسب رأيكم؟ ممكن أنا أجاوب عليه هذا؟ تفضل بشكل سريع أستاذ زاهد، تفضل. يلا بس بشكل سريع، طبعا أنا جربت أقول إنه هذا مسار ويمر بحوار داخل المدرسة وداخل المجتمع المدني وداخل الهيئات الحكومية. يعني إذا لم ينطلق هذا الحوار حول المشاركة المجتمعية وأهميتها لا يمكن إقرار المشاركة، إنه نقول بدنا مشاركة. إذا لم سيكون تدريجيا، سيكون ببناء هذه الثقافة، وإلا لن يأتي بنتيجة، لن يأتي بنتيجة، وسيكون واحدة من القرارات التي لا تنفع عمليا. يعني الإدارة والمعلمين والطلاب وأهل الطلاب كلهم بدهم يلاقوا طريقة للقاء ونقاش هذه المواضيع وأخذ ترتيبات عملية عليها، وكذلك مكونات المجتمع المدني التي لا تلتقي إطلاقا. يعني فهي هون اليوم صار عندها قضية توحدها وتجددها وتجعلها منخرطة في كل هذا، وهذا كله يؤثر على الدولة. شكرا أستاذ زاهي. يعني في بعض الأسئلة عم تجينا بما يتعلق في مشاركة البريء المانيوال أو الدليل التدريبي، يعني بنحب نحكي لكل المشاركين والمشاركات معانا اليوم إنه هاي ندوة مسجلة وكل عروض المقدمين والمقدمات راح تكون متوفرة عبر صفحة الإنترنت للآيني، الشبكة المشتركة للتعليم في حالات الطوارئ ini.org، أو من خلال مجتمع اللغة العربية. في سؤال آخر بتعلق في موضوع الدعم النفسي، وبتكلم إنه إحنا كتير تكلمنا عن ضرورة الدعم النفسي للأطفال والمتعلمين والمتعلمات الأطفال في هيك أوقات يعني، ولكن ماذا عن تعليم الدعم النفسي للمعلمين والمعلمات اللي هم جزء مهم جدا من إعادة بناء وتأهيل الدعم الحالة النفسية للمتعلمين والمتعلمات؟ شو في خطوات ممكن تاخدها مؤسساتكو شركائكو في دعم المعلمين والمعلمات في هذا الصدد؟
ما بعرف ممكن عبير أو هيرنت أو تمام. أنا الدليل كثير، شكرا على السؤال باتجاه المعلمين، لأنه للأسف يعني هم دورهم بالتخطيط للاستجابة والتشاور معاهم وجعلهم جزء من العملية. بتخيل أنه في كثير حكومات للأسف ما كانت من الأولويات بالنسبة لها، بس كثير مهم أن يكون لنا أولوية في المرحلة الحالية من عملية تقصي آرائهم، كيف هم واجهوا قضية الإغلاق، لكيف شافوا دورهم، لكيف شافوا التوقعات المطلوبة منهم، بعدين التوقعات والمتزايدة زايدة في المرحلة القادمة. الدليل كتير بيحكي عن هذا الموضوع، وشخصيا بالنسبة لي اللي هو الملحق الفني رقم 3 من أجمل المحتويات في الدليل الموجود، وبيحكي فيها عن الأنشطة التفصيلية الداعمة اللي بنقدر نعملها على مستوى المعلمين عشان هم يكونوا جاهزين لتحديات المرحلة الجاية على مستوى نفسي أو على مستوى تعليمي، وقادرين يرتقوا للتوقعات الهائلة المطلوبة منهم في المرحلة الجاية. ففي كتير أنشطة تفصيلية على مستوى كيف بدنا يكون في تفعيل شبكات داعمة للمعلمين، نحكي عن قضايا الدعم والمناصرة بخصوص الرواتب المستمرة لهم، كيف ننشئ مجموعات دعم ومجموعات تعلم لهم، ونفعل كل وسائل التواصل معهم عشان هم يكونوا أول إشي مدعومين من بعض، وكمان أصواتهم دايما مسموعة بأي استجابة لأي مرحلة. فهي دعوة تطلعوا كمان بعمق أكثر على الملحق الفني رقم 3، بمر بقضايا كثير تفصيلية لتوجيهات على مستوى دعم المعلمين والتوقعات المطلوبة منهم والتدريبات اللي لازم نقدمهم عشان يكونوا على مستوى التعليم أو على مستوى الدعم النفسي قادرين يقوموا باستحقاقات المرحلة. شكرا. شكرا كثير، شكرا كثير. تكلمنا برضو في سؤال آخر بتكلم، وهذا أعتقد هذا سؤال كتير مهم. يعني تكلمنا عن موضوع التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي لعدم نقل العدوى من خلال تفشي فيروس كورونا. فيما يتعلق في ازدحام الصفوف، وهذا واقع بتمر فيه كثير من السياقات العربية، وجود عدد كبير في من الطلبة في داخل الفصول الدراسية قبل الجائحة كمان، هذا إشي معتادين عليه في المنطقة العربية. كيف ممكن أو شو اقتراحاتكم في حل العودة للمدارس؟ كيف ممكن تغلب على موضوع اكتظاظ المدارس وفي نفس الوقت ضمان الحالة النفسية والحالة الصحية للمتعلمين والمتعلمات؟ إذا بقدر أنا كمان أحكي بهذا الاتجاه، كتير مهم في المرحلة الأولى إنه يكون في تخطيط لأنشطة كتير على مستوى الصحة النفسية، يكون في تخطيط لأنشطة بسيطة بس روتينية تصير بشكل مستمر. كتير مهم قضية التخطيط لفترة انتقالية بالبداية قبل ما الأطفال نبدأ نركز على المنهاج والتعليم، نحكي عن فترة انتقالية لسد الثغرة اللي هم مروا فيها. أكيد في كتير قضايا هم ناسينها، أكيد هم قلقانين من الأشياء اللي ناسوها، مهم نشوف شو الأشياء اللي لسه بذاكرتهم، الأشياء نسيوها، وشو الدعم اللي بحتاجه للمرحلة القادمة. فالأنشطة الروتينية الانتقالية الداعمة النفسية للأطفال وللمعلمين مهم جدا نحارب تكون جزء من النظام المدرسي بشكل مستمر. هذا على المستوى الأول. مستوى المساحات هي قضية وتحدي عالمي، بس في حلول بتطلع باتجاهات مختلفة. على مستوى فلسطين هون من القضايا اللي بنحاول نشوف إلها قضايا المساحات البديلة، يا إما إنشاء مساحات مؤقتة جوا المدرسة للدعم، أو نتطلع على وين بنقدر نوصل لمراكز قريبة من المدرسة، في أندية، في مراكز شبابية، مراكز نسوية، بلديات، عشان نستفيد من المساحات المرصودة. وغير قضية السيناريوهات المختلفة اللي بتنحط جوا النظام التعليمي، إنه مثلا نحط مناوبتين باليوم، ولا نحط مجموعات للأطفال تجي 3 أيام هذا الأسبوع وتجي 2 يومين المرحلة القادمة. وبتخيل إنه اللي بيحكم المرحلة الحالية اللي احنا فيها إنها كلها قائمة على الافتراضات والاحتمالات. مع دخولنا للمدارس وبذلنا جهود عميقة على اتجاهات مختلفة، رح نشوف بأي اتجاهات عملنا بننجح وبأي اتجاهات يمكن لأعمالنا نخلق مخاطر. وهو للأسف الموضوع متروك في اتجاهات معينة للتجربة والخطأ اللي بدها تصير في المرحلة الجاي، مع بذل الجهود القصوى أنه نرسم سيناريوهات بتضمن تقليل خطر العدوى أو أي مخاطر حماية على الأطفال. شكراً. شكرا كثير عبير. انا كثير يعني واعي انه عم نصل معنا 6 دقائق للويبينار. حابب فقط انه اعمل استطلاع سريع عن الندوه هذه.
قبل ما أعطي الميكروفون للأستاذ رفعت لإنهاء الويبنار، السؤال اللي بتتعلق على موضوع التغذية الراجعة حول الندوة هذه بدي أنا أنشره الآن، فإذا ممكن إنه الجميع يجاوب عليه. معنا دقيقة تقريباً، وحيلي كمان سؤال آخر بتعلق عن شو حابين الندوة الأخرى الثانية تكون بعد هاي، وبعدها راح أعطي لأستاذ رفعت الكلمة الختامية. شكراً كثير لكم. السؤال الثاني أيمن ما طلع، ما ظهرش. أوكي. أيوة. يبدو إنه في إجماع إنه الندوة الجميع حبها وتفاعل معها. شكرا كثير لكم. السؤال الآخر اقتراحكم لعناوين ندوات أخرى، إذا ممكن نأخذ 30 ثانية بعد إذنكم. شكراً كثير. يعني الاستطلاع الثاني بيحكي أنه بدنا كثير دعم للمعلمين والمعلمات في سياق الأزمات، وهذا موضوع حناخده في عين الاعتبار أكيد، وأخذناه بعين الاعتبار، وما زلنا يعني راح يكون في هناك كثير من الندوات والتدريبات في المرحلة القادمة. شكراً كثير لكم. أستاذ رفعت إلك الكلمة الأخيرة وبشكركم. شكراً أيمن، شكراً أيمن. إذا الدليل راح يصل بالإيميل كل المشاركين، أنا مش غلطان أيمن، هذا مهم لأنه الكل بيسأل عنه. وأخيراً أكيد. أنا أقدم شكري الجزيل للمتحدثين بشكل عام، وتحديداً الأستاذة عبير أبو سنيني التي قدمت الدليل من إنقاذ الطفل فلسطين، وأيضاً الأستاذة هريت شدياك من الإعاقة والدمج من لبنان، وأيضاً الأستاذ لميس الحسن من المجلس النرويجي للاجئين، والتي قدمت عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ في سياقات التعليم غير الرسمي، وأيضا الدكتور زاهي عازر الذي قدم عن الشراكة رئيسا للحملة العالمية للتعليم، وأيضا بشكر معتصم زايد الذي أيضا سيعمل على صياغة تقرير لهذه الندوة، والأستاذ طارق وسمر وأيمن، وأيضاً كل الشكر لأستاذتنا أنهيد حكمة التي قامت بلغة الإشارة، والشكر لكل من يعني ساهم في إنجاح هذه الندوة من المؤسسات المذكورة في إعلان الندوة. ومني أنا رفعت صباح كل التحية للجميع، وشكراً لكم جميعاً. شكرا جميعا. شكرا.